خضر الله أيامكم وأعمالكم. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من بالأخضر عبر شاشة سي ام بي سي عربية. أنا اسمي محمد عبد الرحمن. أخطر المشاكل البيئية التي تواجه العرب الآن ليست مشكلة بيئية بالمعنى الدقيق للمصطلح، إنها مشكلة الأمن الغذائي. لكن طعام الناس هو بيئتهم، إذا ما جاع الناس ما نفع البيئة؟ في العالم العربي هناك أقاليم تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها الغذائية، وهناك دول أخرى تستورد ما بين 50 و60% من تلك الاحتياجات. صحيح هناك دول عربية مكتفية غذائيا تقريبا، بل وتصدر الغذاء، لكنها قليلة العدد جدا، وحتى أمنها الغذائي هذا مهدد، ويمكنها أن تفقد مركزها كدولة مصدرة للغذاء. وأنا هنا أتحدث مثلا عن دولة كسوريا، يمكنها أن تفقد هذا المركز في أي وقت نظرا لما يحدث فيها من عواصف سياسية. إذن ما الحل؟ الخليجيون ولأنهم أثرياء قرروا أن الحل هو شراء مساحات شاسعة من الأراضي في دول تتوفر فيها الأراضي الزراعية الخصبة، ويتوفر فيها الماء على مدار السنة، وتتوفر فيها الأيدي العاملة الرخيصة. شراء هذه المساحات ثم زراعتها وتوريد محاصيلها مباشرة إلى دول الخليج. لكن هذا طرح سؤالا أخلاقيا مؤلما جدا على ضمائر أهل الخليج. السؤال هو: ماذا لو أن دولة من هذه الدول، دعونا نقول أوغندا مثلا، ضربها جفاف، أو مثلا عصفت بها مجاعة، هل يمكننا أن نقبل أن نورد المحاصيل من هذه الدولة إلى بطوننا الجائعة ونترك أهلها كي يموتوا جوعا؟ لا أظن هذا ممكنا. الحل الوحيد المتاح إذن هو التكنولوجيا، والتكنولوجيا تقدم لنا بالفعل حلولا ناجعة، منها الزراعة المائية. الزراعة المائية هو شكل من أشكال الزراعة المحمية بالصوبات، لكن لا يصلح إلا لمحاصيل بعينها، لا يصلح مثلا لزراعة الأرز، مستحيل، الأرز بحاجة إلى كميات هائلة من المياه، لكنه يصلح لزراعة معظم المحاصيل الأخرى التي نقتات عليها، الخيار والطماطم حتى الفراولة والمشروم يصلح لذلك قطعا. المدهش في هذه التكنولوجيا، تكنولوجيا الزراعة المائية، أنها تستهلك مياه أقل بنسبة 60%. المدهش أيضا أن الأسعار إذا ما أنتجت هذه المحاصيل على نطاق واسع، الأسعار مماثلة تقريبا لما نستورده من محاصيل من دول أخرى. إذا ما المانع في أن نعمم هذه التجربة في كل الخليج، ولما لا في كل العالم العربي؟ الاستثمارات المطلوبة محدودة، التكنولوجيا قريبة المأخذ، يمكننا أن نلجأ إليها وأن نستخدمها فورا. في الخليج هناك آلاف المزارع التي تلجأ إلى تكنولوجيا الزراعة المائية، يعني حقن جذور النباتات بالمياه والمغذيات مباشرة، والاستمتاع بطعم الطماطم الطازجة اللطيفة المزروعة محليا. هذه تكنولوجيا يمكنها أن تنقذنا وأن تنقذ بيئتنا. إلى الأخبار الخضراء. تخطط شركات سي بي إنرجي لإقامة محطة شمسية لتوليد الطاقة في جزيرة هوكايدو شمال اليابان بقدرة إنتاجية تصل على الأقل إلى 200,000 كيلو وات، الأمر الذي يجعلها الأكبر من نوعها في البلد الآسيوي. ويشير التصميم الذي تسعى لتنفيذه الشركة التابعة لمجموعة سوفت بانك إلى أن المحطة قد يبلغ إنتاجها 340,000 كيلو وات، من شأنه أن يلبي احتياجات 100,000 منزل من الكهرباء. وتسعى الشركة لإقامة مجموعة ألواح الخلايا الشمسية على مساحة 480 هكتارا بالقرب من منطقة صناعية بمدينة توماكوماي. وتتفاوض شركة سي بي إنرجي في الوقت الراهن حول شراء إنتاج المحطة مع شركة الكهرباء الإقليمية هوكايدو إلكتريك باور.
أعلنت كل من بي إم دبليو وتويوتا عن شراكة جديدة في مجال صنع بطاريات الليثيوم أيون التي تستخدم في إمداد محركات السيارات الهجينة بالطاقة الكهربائية. وتأتي زيادة السعة للبطارية من خلال استخدام أمزجة جديدة من مكونات صنع البطارية، ويعد هذا التعاون الفريد بمثابة خطوة أخرى للشركتين بعدما اتفقتا بشكل رسمي على أن يمد الصانع الألماني الآخر الياباني بمحركات تعمل بوقود الديزل بسعتي 1.6 و2 لتر بداية من العام 2014. ننحني انحناءة عميقة لمنتجع مائي عربي شهير قرر انه من المخجل ان يصرف مياه المنتجع كل يوم بالليل وهي بآلاف الأطنان، ان يصرفها في الصرف الصحي وتضيع ويجيب مية جديدة تاني يوم الصبح. مية جاية منين؟ مية جاية من محطات التحلية، مياه ندفع ثمنها من الطاقة التي ننتجها، ندفع ثمنها من البيئة التي نهدرها ونستهلكها استهلاكا فادحا. ننحني لمنتجع من هذا النوع قرر أن يلجأ إلى أحدث التكنولوجيا العالمية في تحلية المياه. من خلال مشروع فريد من نوعه لإعادة تدوير المياه، استطاع فندق بارك حياة في دبي أن يوفر ما يكفي لتعبئة 62 حوضا للسباحة من الحجم الأولمبي. وقد شكلت تقنية الأغشية من شركة داو لحلول المياه والمعالجة عنصرا أساسيا في قلب المشروع المخصص لإعادة تدوير المياه، إذ تعمل أغشية داو على تنقية ومعالجة 148,300 متر مكعب من المياه سنويا في الفندق، ليتم استخدامها في إمداد أبراج التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التابعة له. وساعد هذا النظام بمجمله الفندق على توفير ما يقدر ب 154,880 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب منذ إطلاقه في العام 2010. في شركة داو نثق بأن مياه الصرف هي مصدر حيوي ومتجدد، ونحن هنا نعرض مثالا جيدا لجلب المياه من قنوات الصرف ومعالجتها وإعادتها إلى أبراج التبريد ليستخدمها الفندق. وحاليا تتم معالجة مياه الصرف الصحي الصادرة من المنتجع باستخدام تقنية أغشية الترشيح الفائق من داو، لتتم تنقيتها مرة أخرى باستخدام تقنية أغشية التناضح العكسي. وتسهم هذه العملية في إنتاج مياه عالية الجودة تحوي نسبا منخفضة من المواد الصلبة الذائبة، لا تقتصر مزاياها على التأثير إيجابا على البصمة البيئية للمنتجع فقط، ولكن على كفاءة وتكلفة تشغيل أبراج التبريد أيضا. وهذا النظام ساعد الفندق على خفض معدل استهلاكه من المياه الصالحة للشرب والتي تعد إحدى الموارد الشحيحة في المنطقة، فضلا عن تحسين كفاءة نظام التكييف فيه. نستخدم تقنية الفلترة القصوى التي تعود إلى عام 2006 من دوميكسيل، حيث يتم استخدام الألياف لمعالجة وتنقية المياه من البكتيريا والفيروسات، كما نستخدم تقنيات أخرى وهي معروفة في المنطقة وتستخدم في أنظمة تحلية المياه في الوحدات الكبرى في دولة الإمارات، وبالتالي نستخدم المعالجة بتقنية الأغشية ونخزنها في الحاويات من الحديد الذي لا يصدأ، ثم تنتقل عبر الأنابيب وتعود إلى أبراج التبريد، وقد تستخدم أيضا في الري. بعد الفاصل مشاهدي الكرام، وفي فقرة النصيحة الخضراء، سننصح أهلنا في الخليج وخصوصا في الإمارات بأن يطلبوا من كوريا الجنوبية التي ستبني لهم المفاعلات النووية أن تسعى لكي تكون مياه تبريد المفاعلات التي ستصرف مرة أخرى في مياه الخليج مياه نظيفة صفر إشعاع، وإلا فإننا سنجعل من خليجنا المسكين كمان خليج مشع، وتبقى مصيبة كبيرة. بعد الفاصل.